السلام عليكم. احسن متسابقه 1500 متر في تاريخ المغرب، وكتجري المسافات من 400 متر حتى 3000 متر، وصاحبه الرقم القياسي الوطني في مسافه 400 متر تناوب بجانب ملك العكاوي، اسيا الرزيقي، وخديجه الوردي. رباب العرافي تزاد في 1991 من ابناء مدينه خريبكة عاصمه الفوسفات، وبدا التالق في العاب القوه على سن 15 سنه سنه 2006، وحققت رقم مهم في مسافة 800 متر جوج ديال الدقائق 12 ثانية، ورقم أيضا جد مهم في مسافة 1500 متر 4 دقائق 21 ثانية. سنة 2012 فوز بميدالية الذهبية بطولة إفريقيا أمام الكينيات، وفاجأت الجميع وحطمت الرقم ديال بطولة إفريقيا 4 دقائق 5 ثواني 80 جزء من المئة. عام 2013 البطلة رباب عرافي ستحرز ذهبيتين في البطولة العربية بالدوحة، ميدالية في 400 تناوب وميدالية ذهبية في 1500 متر. صاحبة الثاني أحسن رقم في مسافة 800 متر في تاريخ المغرب، دقيقة 57 47 جزء من المئة. التكتيك اللي كتجربيه في 800 متر هو تكتيك سعيد عويضة، والعديد من المغاربة كانوا تجربوا بنفس التكتيك، منهم المحجوب حيدة وأيضا حسن بن حسي، أي البقاء في الوراء ثم الصعود فيما بعد، الصعود بالتدريج. والقوة ديال هاد البطلة هذه في الأمتار الأخيرة لا دغنية غلين دغوات، السرعة النهائية. وفي نفس المسافة مسافة 800 متر وصلت نهائي بطولة العالم داخل الصالات عام 2014، والمرتبة الرابعة على المستوى العالمي بطولة العالم بيجن 2015. احسن متسابقة 1500 متر في تاريخ المغرب بكرونو ديال 3 دقائق 58 84 جزء من المئة، وكذلك احسن من جرات المايل في تاريخ المغرب 4 دقائق 18 42 جزء من المئة. ونقطة القوة عند رباب عرافي مسافة 1500 متر فهي في السرعة النهائية. عام 2019 قبل بطولة العالم بالدوحة حققت احسن انجاز في السنه ام بي ام ديال 4 دقائق ثانيه 15 جزء من المئه. البطله التي تشتغل بجد حققت عده القاب في الالعاب الفرنكوفونيه، في الالعاب الاسلاميه، في البطوله الافريقيه، في الملتقيات، وكذلك مراتب جد مشرفه في بطولات العالم. عام 2018 ميداليتين ذهبيتين في الالعاب المتوسطيه، واحده في 1500 متر والاخرى في 800 متر. وفي الضيف الألعاب الإفريقية في مسافة 1500 متر ومرتبة ثالثة برونزية في كأس القارات في نفس المسافة. في عام 2019 بطولة العالم ديال العدو الريفي تناوب، الفريق اللي كان فيه سفيان بقالي، إيكيدر فركوسي، وكذلك رباب عرافي، ففازت رفقة الفريق ديالها بالميدالية الفضية وراء الإثيوبيين. والجميل في الأمر أن نتائج هذه العداءة هي لا زالت في خط تصاعدي، في عام 2019 ستحطم الرقم الوطني لسباق المايل داخل القاعة 4 دقائق 29 74 جزء من المئة، وفي عام 2020 ستحطم الرقم القياسي الوطني لسباق 1500 متر داخل القاعة 4 دقائق جوج ديال الثواني 46 جزء من المئة. بالنسبة للألعاب أولمبية فرباب عرافي حققت المينيمال لمشاركة في أولمبية طوكيو 2021. بالنسبة لآخر مشاركة في أولمبية ريو 2016 فرباب عرافي لم يحالف الحظ كثيرا من أجل باش أنها تكون في مراتب جد متقدمة، دارت مرتبة 12 على المستوى العالمي، مرتبة جد مشرفة طبيعة الحال، بكرونو ديال 4 دقائق 15 ثانية 16 جزء من المئة، وتستحق أن تكون في مراتب متقدمة وأحسن، خصوصا أن الأرقام ديالها فهي أرقام أحسن بكثير من هذا الرقم اللي حققته في أولمبية ريو. نتمنى لها التوفيق على مستوى الاستحقاقات القادمة. شكرا لكم جزيلا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله.